السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. طبعا زي ما احنا كنا وعدناكم ان شاء الله بإذن الله هيكون في مفاجأة قريبا، تمام؟ لأن الحمد لله وبفضل ربنا عدينا 100,000، عدينا 100,000 متابع، عدينا 100,000 طالب وطالبة، عدينا 100,000 أخ وأخت. يعني الحمد لله بقينا يعني من القنوات المتصدرة، أو تعتبر القناة الأولى المستمرة في نشر الفرص والمنح بشكل مستمر. والحمد لله بقى عندنا عدد متابعين كبير جدا، وده بفضل ربنا، وطبعا بفضل يعني إنكم مهتمين جدا بقناتنا وبتتابعوها باستمرار. فعشان كده إن شاء الله بإذن الله إحنا ناويين إن إحنا نعمل زي خدمة جديدة، خدمة مساعدة، خدمة مجانية، هتكون مساعدة لجميع الأشخاص اللي عايزين يقدموا من خلالنا. لأن انتوا طبعا زي ما انتوا عارفين ان احنا بنقدم خدمات إضافية بجانب خدمة عرض المنح، وهي خدمة المساعدة في التقديم للمنح لأي فرصة ومنحة انت عايزها، وخدمة تجهيز الأوراق. فعشان كده احنا قررنا ان احنا نساعد الأشخاص اللي هي غير قادرة ماديا على التقديم على المنح من خلالنا، وهنقدم لهم بشكل مجاني، تمام؟ فالفكرة كلها ان احنا هنختار ان شاء الله بإذن الله 10 اشخاص متابعين للقناة بتاعتنا. يعني هيتم اختيار 10 اشخاص من الناس اللي بتتابعنا، وهيتم التقديم ليهم، وهيتم اختيار الاشخاص دي بناء على الحاجة المالية والمؤهلات الدراسية. يعني انت مثلا شخص ممتاز وحالتك المادية ما تقدرش ان انت تدفع رسوم التقديم من خلالنا عشان احنا نعمل لك الاوراق الخاصة بالمنحة اللي انت عايز تقدم ليها، فاحنا هنساعدك وهنعمل لك كل هذه الاشياء مجانا، تمام؟ فهتقدر تقدم من خلالنا مجانا على اي منحه انت عايزها. الاوراق المطلوبه فيها من سي في، من خطابات نيه، من ميل الابلكيشن، كل ده هيتم ليك بشكل مجاني، تمام كده؟ فدي هي الخدمه اللي احنا بنعرضها بمناسبه وصولنا ل 100,000 مشترك بفضل ربنا. طيب ازاي ممكن كل شخص يشترك في هذه الخدمه؟ طبعا عشان تشترك في هذه الخدمه هيكون في فورم موجود اسفل هذا الفيديو. كل شخص مطلوب منه ان هو يعني كل شخص مهتم بهذه الخدمة المجانية يدخل ويملأ هذا الفورم، تمام؟ هيكون في بعض البيانات عنك أو أسئلة عشان تكتبها، زي اسمك، يعني تاريخ ميلادك، ما إلى ذلك، ومؤهلاتك الدراسية وحاجتك المالية، الحالة المالية بتاعتك. يعني لو أنت مثلا الحالة المالية بتاعتك موقفها إزاي بالنسبة ليك، أو إذا كنت مقيم مع أسرتك وما إلى ذلك. فيتم تحديد الشخص اللي هيتقبل معانا عشان نقدم له مجانا بناء على اجابته، تمام؟ فالفورم يعني بسيط وسهل جدا، وان شاء الله باذن الله هيتم اختيار ال10 اشخاص بكل شفافيه. وهيكون الفورم ده مفتوح من اليوم ان شاء الله من 7 نوفمبر وحتى 11 نوفمبر، مستمر لجميع الاشخاص ان هم يملأوا هذا الفورم. وبعد ان شاء الله باذن الله انتهاء الفورم او اغلاق الفورم ان شاء الله هناخد يومين في المراجعه، ويوم 14 نوفمبر ان شاء الله هنعلن الاشخاص ال10 المقبولين معانا اللي احنا نقدم لهم على المنح اللي هم عايزين مجانا، ونوفر لهم كل الاشياء اللي هم محتاجينها. فدي طبعا يعني فرصة كويسة جدا للأشخاص الغير قادرة على دفع رسوم التقديم من خلالنا، ودي بمناسبة وصولنا ل 100,000 مشترك. وإن شاء الله بإذن الله إحنا مستمرين لسه في عرض الفرص والمنح، وإن شاء الله بإذن الله بفضل تعاونكم ومتابعتكم لينا إن شاء الله نوصل لمليون مشترك بإذن الله. وأتمنى للجميع التوفيق إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.